ورجعنا لكم الفصل يا جماعه. الطبق اللي احنا كنا بنعمله مع بعض في الاول اهو بيطلع بالخضروات ويعني جميع الخطوات اللي انت حباها، ممكن انت تحطيها كمان مع الدقيق وتنزليها مع السمك، بس رجاء يكون الزيت عالي قوي في السخونه ويكون غزير تقوم تطلع كويس. نبدا نعمل صلصه بتمشي مع الاكل ده، يعني ناخد منها ونغط دي تمشي هتبقى مظبوطه. يعني احنا نعمل كده وهنوطي خالص النار بتاعتنا، او اقول لكم نعملها على الصغير ده كده احسن. هنحط في الاول معلقتين زبده، حته كمان كده، وهنحط معلقه دقيق بس لما الزبده بتاعتي. الدقيق يا جماعه انا هحطه مش محتاج ان هو يتغير لونه، هو بس يتخلط مع الزبده ما يتغيرش لونه، يفضل زي ما هو ابيض. دي يعني ملاحظه مهمه عايزين ايه نعملها ما نخليهوش يغير لونه، عشان لون الصلصه في الاخر هيفرق. فاحنا نعمل كده ونسيح، نتاكد طبعا انها ساحت خالص الزبده معانا. وبعدين ده برضو بالتقليب المستمر. هاخد انا معلقتين دقيق وشويه صغيره، هبدا ان انا اقلب. هبدا انزل يا جماعه بقى ايه اللبن بتاعي واحده واحده وافك مع التقليب المستمر. هعمل دي كده واحدة واحدة، اغير ده و لازم نقعد نقلب باستمرار عشان الدقيق بتاعي ومع السمنة ما يكلكعش مني. اعمل كده ونزل ده كله كده، تخافيش منها لما تكلكع، كملي تقليب هتفك منها لازم. كمان شوية اهم، انا خدت كوبايه اللبن بتاعتي هيبدا يفك معايا، وهزود بالبهريز طبعا. اي شوربه تقيله عندك تبداي تنزلي الشوربه اهي، انزل انا الشوربه بتاعتي وابدا برضو اقلب مع التقليب المستمر. كده لغايه لما احس ان مفيش البقاليل بتاعه الدقيق، فلازم التقليب هو عشان كده، عشان ما ايه ما احسش بان في كلاكيع في الكريمه. كده الطبق اللي فات ده يا جماعه احنا عملنا جبنه الجمبري والصبيط والكلاماري والفيليه، سمك الفيليه. هو طبعا ما بيتحطش معاه سمك فيليه، او ممكن مش هيقول لا، بس الافضل السمك زي اي نوع سمك زي الانشوجه الكبير، المكريل اللي هو الوسط دوت، اللي هو
البربوني ده الاحمر صغير، او بتروحي انت للسماك هو عارف، قولي له انا عايزه سمك للتحمير، هو هيطلع. بيبقى فيه في المحلات، انا شفت في محلات بيبقى فيها اللي هو السمك اللي هو للتحمير، بيبقى مجموعة كده مختلفة، انواع كتير منها بتتحط مع بعض للفريتو يعني. فاحنا نعمل ايه الاول؟ هنحط الملح والفلفل بتاعي هنا كده، ونزل. خلاص هي فكت معايا خالص وما بقاش فيه كلاكيع خالص، لان انا حريص ان انا ادوب باستمرار واقلب باستمرار. بقت كريمة معايا. وفي حاجة تانية بقى يا جماعة، احنا طبعا هنحط لها بيض بيضتين على الكمية دي، والجبنة المبشورة. اول ما بتطلع من على النار الحاجة يا جماعة بتبقى هي درجة الحرارة بتاعتها اعلى درجة حرارة. اول ما بعمل كده هي لسه حاجة حيطة عالية، انا هسيبها شوية تهدى من النار، لان انا لو نزلت بدرجة الحرارة العالية دي البيض هيمسك مني. لا انا هروح حاططها كده واسيبها شوية تهدى، وبعد كده ايه اقلب البيض والبرمجان بتاعي ان كان او الجبنة المبشورة. هتطلع حاجة هتتبسطوا منها يعني، هتبقى حاجة جميلة. حط كمان شوية مية مع التقليب المستمر، هي على طول بتتقل مني لان خلاص بدأت، بس هتطلع مفتوحة فتحة كده، مش هتطلع ايه غامقة. لو انا عملت التقيق بقى غامق خد مني لون، اتسرت مني واتلسع وخد مني لون، مش هتطلع كده. انا عايزها بيضة، انا مش عايزها تبقى. حط بقى الفلفل بتاعي دلوقتي، واقلب برضو اهو. احط كمان اخر شوية شوربة وهقلب بقى كويس. طبعا يا جماعة اي صلصة عموما لما تتقل مني شوية مية او شوية شوربة، وعلى النار على النار هادية خفيفة، واقلب تفك على طول وترجع للسيولة بتاعتها تاني. كده انا خلاص انا هعمل ايه بقى؟ زي ما قلت لكم انا هسيبها تبرد شوية ونفتكر مع بعض الحاجات اللي احنا عملناها. اقرب بس دي كده عشان انا مفروض ان انا اعمل ايه، احط البرمجان معاها وهي بعد ما تريح يعني، واقلب برضو. فانا هقرب كمان البيض عندي هنا كده. الفرتورة او السمك المحمر انا جبت واحدة سيبيا كبيرة، وصبتها اللي هي معرفش اللي اسمها ايه الكبيرة دي سيبيا، قطعتها شرايح من النص، وبعدين قطعت شرايح. الجمبري طبعا هو اصلا سليم زي ما هو، هو الوسط. الكلاماري بتقطعيه حلق. السمك الفيليه طبعا الراس دي مهمة جدا، اللي هي دي الحاجات دي بتاعت دي جميلة احلى اكل ده. بتجيب الحاجات دي كلها مع بعض، والخضروات تتقطع بالبشرة بتاعت البطاطس. لو عندك المكنة يبقى أفضل، أعلى سنة تبقى أفضل. بجيب الحاجة سهلة خالص، بحط الملح والفلفل والكمون في الدقيق وشوية سمسم، وبلف الحاجات دي كلها في الدقيق ونفضه كويس، يكون الزيت سخن. أروح حاطط فيه على الزيت الحاجة تتحمر، واشيلها واحطها تطلع زي ما احنا بنقدمها كده. انا هبدأ احط دلوقتي، هي هديت مني اهي. هعمل ايه بقى؟ هعمل كده كده بالظبط، وحضرب بقى.
شايفين انا بعمل ايه؟ اعملوا زي كده هتطلع بالظبط معاكم زي ما انا بعملها كده. وشويه الجبنه المبشوره واقلب. طبعا هي سخنه بس انا ما كنتش هقدر احطها اول ما تطلع من على النار لان كانت درجه سخونتها عاليه جدا. انا هعمل كده. وطبعا الجبنه عشان مبشوره هتسيح بسرعه. الريحه جميله بتاعتها. طبعا الزبده باينه. انا كده طبعا البيض مش بالحاله دي ما بقاش ناي خلاص. ادي الصلصه بتاعتي مفيش فيها اي نعمه مفيش فيها اي كلاكيع. اعمل كده وابدا احط في السلطانيه بتاعتي اللي هي هنا. وممكن يعني اروح حاطط شويه هنا بكده. يا جماعه احنا وصلنا لغايه نهايه الحلقه النهارده. السمك المحمر اللي هو التوتاني والكلاماري والجمبري واي شرائح سمك تقابلك تقدري تعمليها معاها. الصلصه اللي هي تتناسب معاها نوع من الصلصه بيتناسب مع الطعم بتاع السمك. شكرا ليكم وشكرا لحسن المشاهده وحسن المتابعه. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. وان شاء الله نقابلكم في حلقه تانيه ونقدم اطباق تانيه رمضانيه. شكرا ليكم وسلام.